عربيات زي البني ادمين مع بعض ليهم حكايات، وولاد نكتة وجدعان وكمان خفة دم وحركات، يشربوا بنزين 95 يلعبوا يدوها خمسات زي الشربات، وخصوصا بقى وش سلندر بالذات. دي حتة عربية بنت جنية واصبر شوية صالونها مريح، عربية شقية حلوة لعبية بتحب تجري تسابق الريح. حتة عربية بنت جنية واصبر شوية صالونها مريح، عربية شقية حلوة لعبية بتحب تجري تسابق الريح. عربية تسلم بعجلها وتتكلم من الكبوت، وموتورها جديد وما بيهموش جامد في حديد بيفوت، وش سلندر حب شهندة ومقضيها معاكسات، عايز ياخد منها رقمها ويا مدالها جلاكسات. دي حتة عربية بنت جنية واصبر شوية صالون مريح، عربية شقية حلوة لعبية بتحب تجري تسابق الريح. حتة عربية بنت جنية واصبر شوية صالونها مريح، عربية شقية حلوة لعبية بتحب تجري تسابق الريح. بما انك عربية جديدة ومتينة، طب بالنسبة للجنوط والفور باي فور يا كبير، ايه؟ مش واخد بالك منهم ولا ايه؟ انت اللي هتعمل المهمة دي، وعليك انقاذ نقل 90، مصر محتاجالك يا سلندر. وانا بنزيني في دا مصر يا سيد درابنتينا. ممتاز. انتوا ايه عاملين فيها يا شكمان الهجان؟ وانا هديك البنزين الفايد عندي يا سلندر. يلا يا فهيمة فندي. فهيمة فندي بنزينه على قده. ترابنتينا اديله جركن من عندك يا اخي. ويا 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 يا دوبا يو هايكن ابي الصبح ما يطلع. يلا يا بطل، كل حاجة تمام والبنزين يكفيك تلف البلد كلها. ارجع لنا بنقل 90 وهات لنا البنزين. بصراحة انا كسلندر مبسوط. حتى البنزين اللي معايا خلص، مش عارف هتصرف ازاي. بقول لك ايه يا ونش، ما تزقني كده. ايه يا بوكس ده؟ انا كمان بنزيني خلص، ما قدمناش غير اننا بوكس. ونش ايه اللي موقفكوا كده؟ ايه ده؟ ازاي العربية دي الوحيدة اللي ماشية في البلد؟ طب جاب بنزين منين؟ شكله كده هو اللي سرق نقل 90. حقق يا بوكس. انت هتعمل لي فيها المفتش كرومبو يا وينش. شايفكم مستغربين، انا دلوقتي في مهمة رسمية، رايح ادور على نقل 90. وش معنى انت يا سلندر؟ لاني 4x4 طبعا، كل عربية ادتني 2 لتر اللي فايد عندهم، بس كويس نلاقيكم هنا ها، عشان كل واحد مننا يتحرك في اتجاه. بقولك ايه، شد عجلك انت كده يا سلندر، احنا التانك بتاعنا فضة بنزين. ها ادي اول الخيط، اثار العجل بتاعت نقل 90. وراكي وراكي يا نقل 90، لما اشوف اخر سكتك دي ايه. ايه ده بقى الاثر التاني ده؟ جه منين؟ ولو اني بشبه على الكاوتش ده كمان، شكله مش غريب عليا. باو سلندر، ايه اللي جابك هنا؟ خضتني يا منسي. ايه انت رحت فين واتاخرت علينا كده ليه؟ ها لقيت حاجة؟ انت بتقول ايه يا سلندر؟ انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه. شكلك نسيت يا منسي،
مش المفروض انك رايح تدور على نقل 90 وترجع لنا البنزين؟ يا بوي وانا ماشي بقالي ساعة بفكر، عايز اعرف ايه اللي جابني هنا. لا قول لي يا منسي، انت ليه سموك منسي ها؟ ليه؟ لا يا سلندر، انا في الحقيقة اسمي شمردل. منسي احلى برضو. بهرج معاك يا شمردل. أنا أساساً من الصعيد وجيت هنا بالغلط مع عم جبالي، كان جايبني في نقلة. ياه يا عم جبالي، فين أيامك يا عم جبالي؟ وحشني قوي، ده كان عشرة عمر يا سلندر. ياه ده كان شامم يا منسي؟ ريحة بنزين. بنزين؟ ده إيه؟ صدق فعلاً أنا مش شممش حاجة خالص. أها نقطة البنزين دي هي اللي هتوصلنا للهدف. يا بوي وانا حفضر مستخبي هنا ولا ايه؟ اه بوي يا بوي نقلة 90 هي، نقلة 90 هي هي يا بوي. وطي صوتك يا منسي، كده هنتقفش. ابوس كوتشك، اسمع اللي هقولك عليه. انت زي ما انت شايف اهو المكان غريب ومظلم. ايه ايوه يا بوي، بص بقى الخطة دي. والله شكلك ما فهمش حاجة ولا وعمل لي فيها يا. الخطة دي ببساطة اننا ندخل ندخل من غير ما حد يشوفنا ولا يحس بينا. الاثنين يعني، لا يشوفنا ولا يحس بينا، ده حاجة فل. بقول لك يعني ايه، ما تفرجوا عني بقى. يوه اطمني، احنا جايين نخطفك من هنا. بس اقولك ايه، وطي صوتك، انت كده هتكشفينا. خطف تاني؟ ما انا مخطوفة اهو. اطمني يا نقل 90، احنا معاكي. اولا لازم نفك الكلبشات دي. طب داي مقدور عليه، اما بالنسبه للعجله القدمانيه مستحيل تتحرك شبر واحد، والا هتتقلب وهنبقى خرده معاها. زي ما تعودنا في البنزين علشان نلاقي نقل 90 لازم نضحي. يا راجل لا، بسيطه قوي. انا مش عارف ايه اللي خلاني اسمع كلامك يا سلندر. يا بوي يا بوي استحمل يا شا شما شا يا شا منسي احسن. استحمل يا صديقي، هانت. انا حاسس ان قريب حيشدوني وحاكل تبن. بجد يا سلندر انا مش عارف اشكرك ازاي، انت فعلا بطل. فعلا عربياتي تم عودة نقل 90 والمحطة اتملت بنزين، وطبعا سلندر البطل المغوار اللي أنقذ البلد والعربيات من. أنا فخورة بيك قوي يا سلندر يا حبيبي. ما تنساش ان الخطة بتاعتي جابت نتيجة. ما تبص لنا يا عم سلندر، انت ومنسي مالكو مخبيين وشوكوا علينا ليه؟ صراحة أول ما شفتهم معاهم نقل 90 فولوا لي التنت ووصلتهم هنا في حراسة أمنية مشددة، وبصفتي بوكس المدينة هدور على فعل الجريمة وحجيبه. أيوه يا بوي. بقولك إيه، هم بيشكرون علي، هو إيه اللي حصل؟ أنا سلندر فبركة من جوا وكمان من برا، مطر وعفشة كله تمام، 4x4 وشنوت سبور.
هدول جنين.